السلام عليكم، حلقة جديدة من هنا الرياضة، أهلا بكم. أكد سفير المملكة لدى اليمن محمد الجابر أن العمل جار مع طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذه، آملا أن تضع كل الأطراف مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار بتعجيل عودة الحكومة إلى عدن وتمكينها من أداء أعمالها لتنفيذ كامل بنود الاتفاق. يأتي تأكيد السفير الجابر وسط تعطل ملحوظ لسريان خطة الاتفاق، ما فتح التساؤلات عن الأسباب الحقيقية خلف توقفه المؤقت في وقت تتكثف فيه الصراعات مع الميليشيا الحوثية. فما هي حقيقة تعطل اتفاق الرياض؟ ولماذا رغم كل المبادرات لا يلبث الأطراف في عدن إلا أن يعودوا إلى الاختلاف؟ لكي لا ينزف اليمن من جرحين ومن أجل أن يكون جنوبه منطلقاً لاستعادة شماله، حضر اتفاق الرياض للم شمل الفرقاء بعد أن كانت عدن على مرمى حجر من الفوضى. اتفاق سعى لتوحيد الجهود وجمع الشرعية اليمنية على قلب رجل واحد لمواجهة ميليشيات الحوثي وداعميها من قيادات الحرس الثوري الإيراني. ومنذ توقيع الاتفاق في أغسطس 2019 تعمل الرياض على سير الأمور كما خطط لها، وقدم التحالف العديد من المبادرات لتسهيل التوافق بين طرفي الاتفاق مع إخلاء عدن من المظاهر العسكرية وتشكيل حكومة كفاءات شارك فيها مختلف الأطياف، إلا أن أمورا عسكرية وأمنية وقفت أمام تنفيذ الاتفاق بكامل بنوده، فظهرت الخلافات مجددا على السطح. ليؤكد سفير المملكة في اليمن محمد الجابر أن المملكة وتحالف دعم الشرعية يعملان مع طرفي اتفاق الرياض لاستكماله، وهم يعولان على أن توضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار بالإسراع بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن وتمكينها من أداء أعمالها، لأن هذه العودة تعني رفع معاناة الشعب واستكمال بنود الاتفاق بالكامل. إذن هي دعوات من أشقاء اليمن وداعميه لتصويب مسار الفرقاء تجاه الهدف وعدم الانحراف عنه إنقاذا لبلادهم وشعبهم، خصوصا مع تزايد الهجمات الحوثية على المدنيين في مأرب. فالمملكة تبذل جهودها من أجل الحل السياسي، والشعب اليمني يستحق توحيد جهود الشرعية في معركة تحديد المصير. للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو وكيل وزارة الإدارة المحلية اليمنية سيد عبد اللطيف الفجيرة، أهلا وسهلا بك معنا في هنا الرياض. يعني بداية الحديث عن اتفاق الرياض، كيف يشكل مخرج آمن من تعقيدات الوضع في اليمن؟ في المقابل كيف تشكل عرقلة هذا الاتفاق يعني تعقيد للأزمة اليمنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر الإخوة في قناة الأخبارية على هذه الاستضافة الطيبة. ونحن عندما نتكلم عن اتفاق الرياض نحن نعتبر هذا الاتفاق هو المخرج الآمن والانتصار على هذه الميليشيات الإنقلابية التي سطت على جميع مؤسسات الدولة. اليوم المكونات المتباينة المؤيدة للشرعية عندما يحصل خلاف الميليشيات الإنقلابية تعلن انتصار وتهلل وتكبر وتشعر أنها انتصرت وتقول للآخرين انظروا إلى من يؤيد الشرعية كيف يتقاتلون على المصالح وكيف ويسوقون ويحاولون أن يشيطنوا هذه الخلافات لصالح هذه الميليشيات أو لصالحهم. نحن نقول أننا في هذا الاتفاق قطعنا شوطا كبيرا وهو عودة الحكومة. اليوم نحن شكلنا حكومة من جميع المكونات. اليوم الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد، ولكن أي عرقلة لهذه الحكومة فالمستفيد الأول والأخير هو الحوثي، لأن الحوثي نحن نقول نحن نريد أن نسعى اليوم جميع المكونات لنتحرك جميعنا لقتال الحوثي. إذا توحدت كل مكونات الشرعية وانطلقت لقتال الحوثي فإن الحوثي سينهزم مباشرة.
ماذا يعني أن نختلف اليوم والحوثي يسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء؟ ما الذي يعني لنا أن نكون نحن اليوم شتات والحوثي اليوم يعبث وحسن إيرلو اليوم يدير البلد ويحاول أن يغير الهوية ويتحرك في كل مرافق الدولة في صنعاء؟ هذا يمثل عار كبيرا بالنسبة لنا كيمنيين. وصل أيضا إلى محاولة تغيير المناهج في جامعة صنعاء كذلك. تغيير المناهج وعدة أشياء. لكن يعني بالحديث أو تحدثت عن عودة الحكومة الشرعية إلى عدن. اتفاق الرياض خصوصا في المناطق يعني المحررة يعني عودة الحكومة الشرعية يعني الإشراف بشكل مباشر على الوضع المعيشي في المناطق المحررة، كيف يسهم ذلك في تحسين هذا الوضع؟ طبعا أنت رأيت عندما عادت الحكومة كيف استقبلها المواطنون ببشاشة وفرحة، لأنهم يعرفون أن عودة الحكومة هي عودة الحياة لهذا المواطن البسيط. اليوم المواطن في المحافظات المحررة يتمنى أو يرجو من هذه الحكومة تقديم الخدمات، المياه، الكهرباء. الوضع في عدن اليوم وضع كارثي. عندما تغادر الحكومة تتحول العاصمة إلى أشباح، العاصمة المؤقتة عدن. وعندما تكون الحكومة موجودة لا شك أن الكل يعمل كخلايا نحل، ينطلق كل وزير في وزارته تقديم الخدمات. عودة الحكومة يمثل أمانا بالنسبة للمواطن اليمني، وخروج الحكومة يمثل تهديدا كبيرا. ونحن نقول أن اتفاق الرياض كان اتفاق استبشر به اليمنيون، وخصوصا أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بحذافيره. كان الأول هو عودة الحكومة، وبعد عودة الحكومة ترتيب الشق العسكري والأمني. وهذا الذي نحن نقول وندعو من خلالكم الإخوة الأشقاء، كونهم المشرفون على هذا الاتفاق وكونهم الراعون الرسميين للتحالف العربي اليوم. فلا بد من السعي الجاد وتنفيذ الشق العسكري والأمني ودمج كل القوات تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، حتى نتعامل كدولة ولا نتعامل كميليشيات. إذا تم دمج جميع الأفراد الذي خارج إطار هذا وزارتي الدفاع والداخلية، هنالك ستتحرك الدولة ونبني دولة ونبدأ ننطلق كلنا جميعا لمقاتلة الحوثي ودحر هذا الانقلاب الغاشم الذي سطى على البلد كامل. جميل. طيب ماذا عن يعني أي تسوية سياسية قادمة؟ عودة الحكومة الشرعية إلى عدن، كيف تمليها أيضا الاستحقاقات السياسية في حال يعني أي توافقات في هذا الجانب؟ إذا اتحدت المكونات الشرعية فأي تسوية سياسية أكيد أن كل هذه الاستحقاقات ستأتي وفقا لما تريد الحكومة الشرعية. إذا أرادت الحكومة الشرعية أن تطرح شروط وهنالك اتفاق وهنالك التفاف حول الشرعية، فهي صاحبة القول الأول والأخير، لأنها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. إذا كان الحوثي اليوم وهو ميليشيا انقلب على الدولة وانقلب على الاتفاقات كلها، ابتداء من اتفاق السلم والشراكة واتفاق الكويت واتفاق جنيف 1 وجنيف 2 واتفاق ستوكهولم، وقلب وراوغ عن هذا كله، فالحكومة الشرعية أكيد أنها عندما يتم الاتفاق وتتآلف كل المكونات المنطوية تحت الشرعية سيكون أو ستسعى لفرض استحقاقاتها عند تشكيل أي مساعي للسلام أو نعم. أي مساعي لتكوين سياسي جديد بإذن الله. طيب من يحاول عرقلة اتفاق الرياض مع كل هذه الجهود التي تقدمها المملكة، الجهود الدولية كذلك، يعني من يحاول عرقلة مثل هذا هكذا اتفاق، إلى أي مدى هو يعني يخلط الأوراق يعقد الوضع أكثر وأكثر في اليمن؟ أنا أعتقد أن أي شخص في هذه المرحلة يسعى إلى عرقلة هذا الاتفاق الذي استبشر به اليمنيون إنما هو يخدم الحوثيين خدمة كبيرة دون أن يشعر، لأن المستفيد الأول والأخير من عرقلة هذا الاتفاق هي الميليشيات الانقلابية. لا أحد يستفيد أبدا ولا أحد يستفيد، وليست من مصلحة أي مكون ينطوي تحت الشرعية، ليست من مصلحته أن تكون الشرعية منقسمة أو أن يكون هنالك خلاف بين مكونات الشرعية. ماذا تعنينا الشرعية؟ ماذا تعنينا الدولة اليوم في ظل أننا إيش؟ لم ندحر الانقلاب. ولذلك دحر الانقلاب هي الخطوة الأساسية التي نريد من خلال اتفاق الرياض أن نسعى جميعا ونكثف الجهود لتحقيق هدفنا الأول وهو دحر الانقلاب. فمن يسعى إلى عرقلة هذا الاتفاق هو لا يسعى لمصلحة الوطن. والمواطن اليمني اليوم يراقب عن كثب،
ويعرف أن أي عرقلات أو أي عرقلة تتم فأن المعرقل لا يسعى لمصلحة هذا الوطن المكلوم الذي أصبح شتاتا وأصبح ضياعا وأصبح الفقر يدب في أوساطه. طيب يعني الولايات المتحدة أيضا في آخر الأخبار كما تعلم أستاذ عبد اللطيف يعني فرضت عقوبات على أعضاء في شبكة تهريب مرتبطة بإيران تجمع الملايين لصالح جماعة الحوثي. يعني هذا الدعم اعتبرته أيضا واشنطن يساعد الحوثيين على تنفيذ هجمات على المدنيين في الداخل اليمني وأيضا في السعودية. ما دلالات هذا القرار الأمريكي؟ طبعا نحن هنالك صدرت قرارات تلو القرارات، كان هنالك قرار فرض عقوبات على اثنين من هذه الميليشيات، اليوم على من يدعم هذه الميليشيات بالأموال تتم أيضا فرض هذه العقوبات من الخزانة الأمريكية، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت مخاطر في المرحلة الأخيرة مخاطر هذه الميليشيات الإنقلابية، وأن هذه الميليشيات لا تسعى للسلام. نحن نقول اليوم وأنت ترى وتشاهد في المبادرة الأخيرة والسعي إلى إيجاد حلول وإلى إيجاد سلام مع الحوثيين وإلى إيجاد مبادرة، كيف راوغ الحوثيون وكيف عاد الوفد العماني وهو بخفي حنين، تراوغ تحاول الميليشيات الإنقلابية أن تستمر في تحقيق أهدافها وأن تستمر في عبثها في اليمن بطريقة غير مباشرة، وتوهم العالم أنها مع السلام وأنها تسعى إلى السلام، ونحن شاهدنا كيف تقصف المدنيين في مأرب وكيف تطلق الصواريخ والطائرة المسيرة وتطلق أيضا إلى دول الجوار كما حصل في عسير وكما يحصل في كثير من المطارات، وهذا لا يسعى أبدا إلى إيجاد سلام وإيجاد حلول في اليمن. دعنا نتعرف أيضا على هذه العقوبات في العرض التالي، وذلك من أجل يعني ارتباط هؤلاء بطهران، فإن الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على مسؤولين يمنيين، نتعرف عليها في العرض التالي. في أخبار أيضا مرتبطة بالشأن اليمني، تلقى الدفاع المدني في منطقة عسير بلاغا بشأن سقوط مقذوف أطلقته عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه إحدى محافظات منطقة عسير، وبمباشرة الجهات المختصة للموقع اتضح أنها طائرة دون طيار مفخخة وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات. أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي الإرهابية
على محافظة تعز منذ انقلابها في العام 2014. أشار الرياني إلى أن الحصار خلف مأساة إنسانية غير مسبوقة لأكثر من 4 ملايين مدني في سياسة عقاب جماعي لأبناء المحافظة ترقى لمرتبة جرائم حرب. الوزير اليمني بيّن أيضاً أن جهود التهدئة الوطنية التي لا تضمن رفع الحصار الكامل عن تعز هي منقوصة. من جديد أستاذ عبد اللطيف، يعني استمرار الميليشيا الحوثية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، استمرار هذه الانتهاكات الحوثية وأيضا إرسال الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، آخرها ما أعلن عنه الدفاع المدني اليوم في المملكة من سقوط يعني طائرة مسيرة على مدرسة دون وقوع إصابات ولله الحمد، كيف تفسر استمرار هذه الأعمال من قبل جماعة الحوثي؟ طبعا نحن من خلال معايشتنا لهذه الميليشيات عندما تدرك أنها انهزمت تلجأ إلى إطلاق الصواريخ وإلى إطلاق الطائرات المسيرة تحاول أن تصنع انتصار. الميليشيات الانقلابية حاولت اقتحام مأرب مرارا وتكرارا، وكان هنالك تحدي وكان عليها تكليف هام من إيران باقتحام مأرب خلال شهر رمضان. عندما شعرت هذه الميليشيات أنها فشلت في أن تحقق أي انتصار في التقدم نحو مأرب وخسرت الخسائر الكبيرة من أنصارها وعادوا كلهم قتلى، حاولت أن تلجأ إلى إطلاق الصواريخ على المدنيين. ونحن شاهدنا في محافظة مأرب أو في غيرها أو كما ذكرت أنت اليوم في عسير أن الإطلاق أو إطلاق هذه الصواريخ لم تطلق على مناطق عسكرية ولم تطلق حتى على مناطق مواجهة ولم تطلق إلا على مدنيين عزل. وما حصل في مأرب كان أغلبهم أطفال، ورأينا ما حصل للطفلة ليان كيف تفحمت ورأى العالم وشهد. ونحن نقول أن هذه الميليشيات أو نرسل رسائل لهذه الميليشيات أنكم كما خسرتم في مأرب ستخسرون في كل الجبهات، لأن الشعب اليمني اليوم أدرك أنكم لستم من مصلحة الوطن ولم تأتوا من أجل مصلحة المواطن، وإنما تريدون أن تحققوا مكاسب شخصية لأنفسكم ولستم تسعوا لمصلحة اليمن. نعم، طيب لماذا مأرب؟ لماذا الإصرار على جبهة مأرب من قبل جمال الحوثي؟ الميليشيات تدرك أن مأرب هي أولا موقعها الجغرافي الاستراتيجي أنها محافظة نفطية ومحافظة غازية، وهي تحاول أن تسيطر على هذه الموارد. إذا سيطرت على هذه الموارد تحولها أيضا لصالحها، أيضا كونها منطقة حدودية هي تحاول أن تصنع أيضا انتصار، وكون مأرب منطقة قبائل وهي تريد أن تكسر شوكة القبائل. أشكرك وكيل وزارة الإدارة المحلية اليمنية أستاذ عبد اللطيف الفجير، شكرا جزيلا لك.